متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من اسكندريه، واحنا بنتابع معاكم زياده الاقبال على شواطئ اسكندريه حتى بعد عيد الاضحى المبارك، واللي اسكندريه شهدت خلال العيد اقبال كبير جدا هنا على شواطئ اسكندريه. يمكن لم يكن هناك مكان لقدم خلال فتره اجازه العيد، ومستمر معنا زيادة الإقبال على شواطئ اسكندرية خاصة وإحنا في ذروة موسم الصيف. يعني من المعروف أن ذروة موسم الصيف في شهر 7 و8، ويعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم إقبال كبير جدا ما زال مستمر على شواطئ اسكندرية بطول ساحل المحافظة الساحلية من شرق اسكندرية حتى غربها، ويعني إقبال كبير جدا خاصة على الشواطئ الشرقية اللي احنا فيها مع حضراتكم دلوقتي. احنا في شواطئ سيدي بشر، احد اهم الشواطئ الشرقية في محافظة اسكندرية، واللي بتستقبل اعداد كبيرة جدا من المصطافين في كل عام. يعني كمان زي ما احنا متابعين مع حضراتكم عادة الأمواج الهادئة مرة أخرى إلى شواطئ اسكندرية بعد أن شهدت ارتفاع الأمواج خلال الأيام الماضية، ويعني كان هناك نوة صيفية شهدتها شواطئ اسكندرية أدت إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير، ويعني كان هناك تحذيرات كبيرة من عدم النزول، وتم رفع الراية الحمراء تحذيرا للمصطافين من عدم النزول إلى الشواطئ. ولكن يعني النهاردة بدأت حالة هدوء الأمواج مرة أخرى، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم الشواطئ بتشهد أمواج يعني متوسطة وهادئة إلى حد ما. يمكن زي ما احنا شايفين مع حضراتكم أمواج هادئة ومتوسطة يعني شهدتها شواطئ اسكندرية النهاردة، وعودة لهدوء البحر مرة أخرى بعد أن شهدت الشواطئ ارتفاع الأمواج بشكل كبير. يمكن خاصة الأمواج كانت مرتفعة في الشواطئ الغربية من العجمي وحتى الكيلو 21، كان هناك يعني ارتفاع ملحوظ في الأمواج حتى أن الشواطئ العجمي أغلقت تماما النهاردة. وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم الإقبال الكبير مستمر على شواطئ اسكندرية في ذروة موسم الصيف شهر 7 و8، وحتى بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك ما زال الإقبال كبير على شواطئ اسكندرية. الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد يعني أعلنت اليوم هدوء حالة البحر وانتهاء النوة الصيفية، موجة الأمواج المرتفعة اللي شهدتها الشواطئ زي ما قلنا لحضراتكم يعني كانت يعني في شواطئ غرب اسكندرية في العجمي وكيلو 21، وهنا في شاطئ سيدي بشر في الشواطئ الشرقية. وأعلنت الإدارة المركزية عودة الهدوء إلى البحر، وأن حالة البحر تسمح
للسباحة بأمان بعد انتهاء النوة الصيفية. يعني كمان حرصا على سلامة حضراتكم وأطفالكم، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية يعني أصدرت عدة تعليمات برجاء اتباع التعليمات، يعني حرصا على سلامتكم وسلامة أطفالكم والعودة سالمين بإذن الله بعد قضاء أجازة مصيفية سعيدة في اسكندرية. يعني نستعرض مع حضراتكم التعليمات مرة أخرى يعني لحضراتكم. أولا يعني برجاء عدم نزول البحر إلا في أوقات تواجد منظومة الإنقاذ على الشاطئ، ودي بتكون موجودة من 7 صباحا وحتى 7 مساء، وبيكون موجود غطاس الشاطئ في برج المراقبة اللي بيوجه حضرتك للأماكن الآمنة في السباحة. فبرجاء اتباع تعليمات الشخص المتواجد في منظومة الإنقاذ على الشاطئ. كمان يعني برجاء عدم نزول الأطفال أقل من سن 10 سنين بدون مرافق، ويعني ياريت اتباع التعليمات وعدم السباحة في المناطق الخطرة أو يعني المجازفة بتعدية الخط الحاجز الحبل اللي على الشواطئ اللي بيحدد الأماكن الصالحة للسباحة. كمان يعني عند ركوب الألعاب المائية البدال وغيره يعني رجاء ارتداء اللايف جاكيت وعدم نزول البحر بالألعاب المائية بدون اللايف جاكيت. كمان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتشن حملات دورية للتفتيش على الشواطئ والمصطفين والمستأجرين لتوفير اللايف جاكيت على الشواطئ والتأكد من توافر منظومة الإنقاذ طوال اليوم. إذن يعني عودة لهدوء الأمواج مرة أخرى على شواطئ اسكندرية وبالتحديد الشواطئ الشرقية اللي النهاردة أصبحت آمنة تماما للسباحة بعد هدوء الأمواج، ويعني الآن يوجد أمواج خفيفة ومتوسطة خاصة على الشواطئ الشرقية، إقبال كبير زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في ذروة موسم الصيف في اسكندرية اللي بيبدأ في شهر 7 و8، وحتى بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى ما زالت شواطئ اسكندرية تستقبل الآلاف يوميا لقضاء أجازة مصيفية سعيدة هذا الصيف. متابعينا متابعي اليوم السابع، كنا منتابع مع حضراتكم مع حالة البحر اليوم والإقبال الكبير على شواطئ اسكندرية النهاردة في ذروة موسم الصيف. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل اليوم السابع في اسكندرية. شكرا.